الله يرضى عليك يا نهلة، هذا ابن أختك أنوار ما عاد بدي إياه يلعب مع البنات، وبالذات مع أمل. وقت بيجي لعنا مع أختك بيقعد قدامكم وما بيتحرك ولا بيفارق عينك. اللي ما بيحسوه ما بيسلم. شو عزمي بيك؟ خلصت قراية ولا بدك تحفظهم؟ مصطفى جيب ورقة وقلم، خلي أمل تتنازل لك على المتأخر. وانت بتشهد على الورقة. شو عم تعمل يا بي؟ جيب الورقة والقلم، بس تبريك بتطلقها. فوتي ضبي اغراضك يا بي. استنوا، شو ضبي اغراضك ما ضبي اغراضي؟ بنتك وابني عرسان، اذا اتطلقوا شو بدهم يحكوا علينا العالم؟ يعني خايفي على سمعة ابنك؟ ايه معلوم، لانه بس يطلقها بدي جوزه. اعطيني من الاخر يا مصطفى. بتضل عندي سنة. مستحيل يا ابي، والله بموت، مستحيل ضل هون ولا دقيقة. الموت اهوى من الفضيحة بنتي. في شي تاني كمان، كلك مفهومية، تبعت لي مصروفة اكل وشرب، احنا ما لنا مجبورين فيها. ماشي، مصروفة بيوصل كون فوق حبة مسك. روح جيب ورقة وقلم. يا بي انت ما صدقت هنن شو حكوا صح؟ يا بي انا قبلت ربايتك، مستحيل اعمل شيء غضب رب العالمين، مستحيل احط راسك بالارض، مستحيل. لا تكسري امك واخواتك بخيابي مثل ما كسرتيني.